مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، أهلا بكم إلى هذا النقل المباشر من طرابلس، وتحديدا من قصر العدل أو من أمام نقابة المحامين بمدينة طرابلس، للحديث أكثر عن إضراب المساعدين القضائيين وموظفي قصر العدل ونقابة المحامين. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع سنتحدث إلى المحامي نهاد سلمى. سيد نهاد يعطيك العافية، كتبت بوست على فيسبوك عم تقول فيه: المكلين الأعزاء، لا داعي للمراجعة في ملفاتكم، دخلنا مرحلة الإضراب على أمل أن تتحقق مطالبكم وطول ولكم طول البقاء بهذا الوطن. نعم. شو القصة؟ نحن الحقيقة يعني صرنا وكأنه عم نعمل ذكرى سنوية لكل مرة للإضراب. إذا بتتذكر من السنة الماضية نفس الشيء، الإضراب بعد ما خلصنا عمليا نوعا ما من اعتكاف القضاة، طبعا مش بشكل كامل، دخلنا هلا باعتكاف المساعدين القضائيين. الحقيقة انا هون لا بدي هاجم المساعدين القضائيين ولا بدي هاجم القضاة، نحن انا بدي هاجم الحكومة اللبنانية اللي بيترأسها شخص اسمه نجيب ميقاتي، اللي هو هلا عم يموت لحتى يعمل جلسات، لحتى بس يرمي شو بيقولوا اهداف بالسياسي. الحقيقة نحن واقع مزري كمحامين، كمساعدين قضائيين، كمباشرين، كقضاة، يعني نحن حتى القضاة نفسه 100% نحن فكرمال هيك ما بنلوم حدا، هني حقهم، ونحن بكل احوال نحن كمان صرنا عم نتضرر بهيدا الموضوع بشكل مباشر، وخاصة بالملفات المدنية اللي هي بتحكي عن موضوع الإيجارات وعن موضوع عقود البيع، اللي هي بالأمور العادية وبالأحوال الطبيعية اليومية، يمكن أكثر شيء الناس عم مية، وهيدي حتى يعني حتى إذا ماشي القضاء 100% عم تاخذ السنين، فكيف بالاعتكاف القضاء كل مرة؟ يعني إنا هلا حوالي نحن سنتين ولا ضربة صراحة. عم بيحكوا إن المحامين ما شاء الله وضع منيح، لا، المحامين صار وضعهم أسوأ من أي مهنة في لبنان. كرمال هيك هيدي عم تأثر علينا مباشر، عم تأثر على حتى نحن كموكلين، ما بقى فينا كمان نحن نقدر. اليوم أنا حطيت بوست لأنه فعلا العالم عم يتراجعنا وكأنه نحن ما بدنا نشتغل، لا، نحن بدنا نشتغل ونحن قتلانين نشتغل، ونحن إذا بدك صرنا بحاجة للشغل حتى بس نطلع راس براس مع الأجار البيت والمصروفات إذا بدك. يعني كرمال هيك مهنة المحاماة صارت هلأ في وضع صعب، الموظفين المساعدين القضائيين كمان معلش يعني عم يكون معاشه 3 مليون و4 مليون، يعني تانك البنزين اليوم مليون وشوي، كمان شو ما قال لك بالنهاية بدك تراعي مشاعره. بترجع كمان موضوع القضاة، يعني في بعض القضاة كمان وضعهم مثل وضع المحامين، للأسف نحن في وضع مهترئ، للأسف نحن صرنا عم نندم انه نحن عايشين بهذا البلد. فعلا نحن لوين رايحين ما بنعرف، الدولار عم يوصل ل 61 ويرجع بينزل، في يعني في منظومة، ما بدي احكي منظومة الفاسدة هذه دائما بيحكوا، لا، في منظومة مسكة بهالبلد، هني بيقرروا مثل ما قرروا بملف مرفق بيروت، مثل ما بيقرروا بباقي الملفات. كرمال هيك نحن ان شاء الله يا رب بنتأمل انه هني طبعا عاملين الاضراب على اسبوع، ويمكن يتجدد. انا برايي راح يتجدد لانه ما راح نجيب مئاتي اخر همه، لا بيطلع على لا قاضي ولا موظف ولا محامي، واخر همه ولا بيسمع بكل اللي عم بيصير، سبحان الله، وكانه عايش بالقصر العاجي. كرمال هيك نحن ان شاء الله يا رب نوصل لمرحله انه عن جد نتكاتف مع بعضنا، نتكاتف نحن اقتصاديا، لانه نحن كمان الوضع كل المهن مش بس المحامات، حتى الهندسي، حتى في مهن عم تودع بعضها، يعني مهنه كل مهنه بتودع الثاني. انا بدي احكيك شغله من فتره، احد الاشخاص تقوص، بده دكتور جراح، معلش، بقيوا الشباب يومين يفتشوا على طبيب جراح ما لقيوا، كله مسافر، ونحن حتى كمان محامات بلشوا الزملاء، وبلش انا حتى فكر كمان انه لا، بدنا نشوف نحن شو فينا نشتغل برا، وكل واحد صار عم يسفر عائلته لحتى يأمن مستقبله، لأنه عن جد نحن بهذا الوضع ما بنتشجع نبقى ولا بنصح حدا يبقى. إن شاء الله يا رب نوصل لمرحلة أنه عن جد في نلاقي بلد مثل العالم. نحن صرنا ببلد يا محلى فنزويلا، ما بعرف يعني شو بدي اقول لك اكثر من هيك، واقع مزري. ونحن اكثر شو بدي اقول لك هلا، اكثر شيء ماشيين ملفات الموقوفين اللي هن او الملفات اللي فيها مهل، ولكن الملفات المدنيه اللي هي اكثر شيء هلا النزاعات، وخاصه اللي شارين شقه على القديم واصحابها، يعني البائعين عم بيطالبوا على الدولار الجديد وهن بيكون بايعينها، هيدي كمان عم بتروح سنين وسنين، وكمان عم نوصل لمرحله اذا كمان منبت بهيدي الملفات رح نوصل لمرحله انه كل واحد ياخذ حقه بايده، وهي مشكله صراحه.
طب اليوم الناس اللي ناطره ملفاتها تخلص، اللي ناطره معاملاتها تنجز، شو بتقولوا لهم؟ بتعتذروا منهم؟ نحن اسفين على هذا الامر. انا بعتذر من كل موكل وكلني على اساس انه الامور تمشي بخير. انا عاده ما بعطي موعد للموكل اي متى بيخلص ملفه، مش لانه انا ما بقدر اخلصه، لا، لانه بسبب الوضع اللي نحن بنلاقيه هيدا اللي عم تاجل الملفات. اكيد بعتذر منهم، واكيد الدوله اللبنانيه لازم تعتذر منا كلياتنا، لانه نحن عن جد صرنا بخانه ما بفينا عم نعمل شيء وما قادرين نعمل شيء. يعني اذا جيت هلا على الموظف بتقول له بدك تعمل لي هيدا الملف، معلش يعني خلينا نحكيها، يا اما بدك تروح تعمل له حسابه وانت صرت تحكي مع الموكل. طبعا هيدي ما كل العالم تقبلها يعني، بس اذا في واحد مضطر عليه بدك تدفع شيء بمكان معين ليمشي هذا الملف، وهذا الملف لتمشي صرت انت فت بموضوع الرشوه وبفوتوك بخبريه كانه بيصير. هن عم بيقولوا لك كون فاسد بمطرح معين 100%. طبعا احنا في بعض الموظفين اوادم، وفي بعض الموظفين اذا انت بمكان معين جبرت خاطرهم بشيء ممكن يمشي لك الامور، لكن اليوم تسكير كامل. يعني هلا اذا بتنزل على العدي كله مسكر ما في حدا، وهيدي يمكن موظف او موظفين بيقبلوا فيها، بس الباقي لا مش عم بيقبل بهيدي الرشاوي او اللي ممكن نحن نوصل فوضى. طبعا نحن في كثير ناس بتستفيد موضوع الرشوه، نحن عم نقول للدوله اللبنانيه يعني ما بدنا نفوت بالفساد ولا بدنا نكون فاسدين ولا بدنا نكون راشين. يعني في نحن بنهي حتى الموكل ما بقى قادر يدفع. يعني انت هلا عمليا حتى رسوم الدعوه وهذه الرسومات كلها صارت غاليه عليه وعلينا، فالله يعيننا ويعيننا. يعني اكثر من هيك ما فيني اقول لك، شو بدي اقول لك يعني. ان شاء الله بتوصل لمرحله نوصل لحل بهالبلد اللي مريت. خواتيم سعيده ما بعرف، ما في خواتيم سعيده يعني. نحن على اساس انه يكون في خاتمه سعيده، كل مره بقول يلا هالسنه وهالشهر وهالشهرين، اخر النهار جابوا لك موضوع مرفق بيروت اللي هو راح، انا برايي كمان يعني لو اطلقنا عليه رايحين على انفجار، في انفجار اجتماعي، لانه اللي صار كمان مو طبيعي ما بين القاضيين. يعني اذا بدي احكي انا وجهه نظر قانونيه، اللي عمله قاضي بيطر مش قانوني، واللي عمله قاضي عويدات مش قانوني. كرمال هيك هيدا الملف، انا برايي هذا الملف راح على المحكمه الدوليه وفرغوا الملف المضمون وبترحل 20 30 سنه لقدام، والله يرحمنا ساعتها. شكرا لك المحامي نهاد سلمى، وبدي لك مبروك انه في كهرباء بنقابه المحامي. يعني عاده نحن بنعمل مقابله معك بكون في عتمه، اليوم الحمد لله في كهرباء وما في موصفين للاسف. لازم نحط العنوان بهذا الاطار. شكرا لك المحامي نهاد سلمى. اذا مشاهدينا الكرام، يعني مثل ما قال السيد نهاد، المساعدون القضائيون أعطوا مهلة أسبوع لربما يكون في تجاوب من قبل الحكومة اللبنانية بمطالبهم، وإلا رح يكونوا عم بينفسوا اعتصام أطول من هيك بالأيام المقبلة. إذن مشاهدين الكرام، كان هذا كل شيء من طرابلس. كنا معكم أنا بلال المرعبي وزميلي على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.